السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نتعامل مع الكيرتن وول. طيب الكيرتن وول موجودة في الاركتكتشر اهيت. هو النوع دوت معمول بس ايه دبل فيد، بحيث ان الكيرتن وول الاول واحدة بتبقى حائط زجاج فاضي من غير اي تقسيمات، بعد كده بقى فيه تقسيمات. طيب خلينا نرسم كيرتن وول، يعني اي واحد فيهم ممكن تعمل دبل فيد وتعمل التانية والتالتة والرابعة والخامسة وهكذا. طيب قبل ما ارسم الكيرتن وول خليني اجي هنا واقول له ان انا عايز ارسم حائط بالشكل دوت، وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم كيرتن وول اوتوماتيك امبيدد اوكي، واقول له ان انا عايز ارسمها في الحائط دوت. اوتوماتيك حط الحائط الكيرتن وول في قلب الحائط التاني. طيب ممكن اقول له طيب انا عايز ارسم مثلا النوع دوت، وابدا اعمل له امبيدد في قلب الحيطه هنا بالشكل دوت. فتيجي تنظر هتلاقي ان هنا الحائط الزجاج اهوت، وهنا محطوطه بالتسميت. فلو انا جيت هنا ونزلت بدي شويه وطلعت بدي شويه، كده كأن في شباك زجاج مثلا، وبرضو دي نفس الفكرة. تقدر تعمل سيلكت هنا وتقدر تنزل بيها شوية. طيب لو انا عايز اعمل التقسيمات مثلا الحيطة ديت، فتقدر تقول له انا عايز اعمل مثلا كيرتن جريد، وتبدأ تحدد كيرتن جريد بتاعك بالشكل دوت اهو. ممكن تقول له وان سيجمنت في النص هنا ماشي، وبعد كده ممكن تقول له مليون وهوت. طبعا عندنا اشكال كتيرة تقدر تختار وتغير الشكل، بمجرد ان انت تغير بروفايل توصل لاي شكل انت عاوزه. وحتى لو عندنا الحائط على شكل مثلا قوس، ممكن نقول له وول واقول له ان الوول ده مثلا هيك قوس. تقدر تعمل كيرتن وول بالشكل دوت، وممكن حائط عادي تدخل في جزء كيرتن وول على شكل قوس. طيب لو رجعنا كده هنا خلينا نلغي دوت، وممكن مثلا نمسك دوت اهو، اقول له edit profile، وممكن اقول له مثلا عايز ارسم حاجة بالشكل دوت. واقول له بقى تريم، اهم حاجه الشكل بتاعي يكون مغلق مبقاش فيه اي خط خارج الشكل بتاعي، واقول له اوكي فيبدا يعمله لي بالشكل دوت. ممكن اقول له ادي بروفايل تاني، وتقدر بقى تعدل مثلا عايز في اي حاجه تعملها، عايز تخليها على هيئه قوس زي ما انت عايز. ومن هنا تقدر تدوس هنا وتعدل تعدل الزاوية بتاعتها مثلا. فتيجي هنا هتلاقي هنا الزاوية اللي انت عايزها، ممكن تقول مثلا زاوية 45، فتبدأ تتعدل معاك بالشكل دوت.